إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني الأصل أن الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى، وأن الذكر يأتي الأنثى وأنها تحمل وتلد، فيبقى النوع، ويعف الرجل نفسه ويعف زوجته، وتعف المرأة زوجها وتعف نفسها وتعف زوجها، ويبقى أصل الإنسان، ويأتي النسل وتعمر البلاد بعبادة الله تبارك وتعالى. أما أن يأتي الرجل الرجل كما هو واقع الكثيرين من الكفار اليوم، من يسمون نفسهم بالمثليين، والصحيح أنهم الشواذ الذين يعني فاقوا قوم لوط بهذه الفعلة الشنيعة، إذ إن قوم لوط كان في مجتمع ضيق، الآن لا، مجتمع واسع، بل صاروا يجبرون الدول على تبني مثل هذه الأمور الشنيعة، وهي أن يأتي الرجل الرجل والعياذ بالله. على كل حال، هذا منكر عظيم أنكره لوط عليه الصلاة والسلام على قومه الذين كانوا يقومون بهذه الفعلة الشنيعة التي سماها الفاحشة. يقول الوليد بن عبد الملك بن مروان، يقول: لولا أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه لما خطر في بالي أن الرجل يمكن أن يأتي الرجل. صعب جدا، كيف رجل يأتي رجلا؟ لكن كون أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه صدقنا بذلك وآمنا أن هذا قد حدث. يقول الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك ذكر مالك بن دينار وغيره أنه لم يسبق قوم لوط إلى هذه الفاحشة، هم أول من أظهر هذه الفاحشة وعملها وأعلنها هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام.